إلى كل من قدم جهدا مخلصا. أضاء الدرب أمام خطوات طفل. نقدم هذا العمل. من الإيمان والتقوى تكاتف أهل أمتنا وتآلفت قلوبهم واجتمعت سواعدهم لتحقيق حلم يصبو إليه المجتمع بكافة شرائحه. ولأن الفرد أساس المجتمع، سعينا أن نرعاه طفلا ونسانده شابا ونحتضنه مسنا. ومن الطفولة انطلقت مسيرتنا. وعندما كانت الإعاقة أبرز التحديات التي تواجه كافة المجتمعات المعاصرة، واجهنا التحدي بخطى متواضعة لكنها راسخة، فتابعنا الإنجازات العالمية وطبقنا أنجحها من حلول تساهم في الحد من معاناة الأطفال المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة. فمنذ عقدين ونصف تكاثفت جهود الخيرين لإقامة صرح متكامل لتفعيل قدراتهم الجسدية والفكرية وتأهيلهم ليصبحوا شريحة منتجة وأساسية في مجتمعنا، فكانت جمعية الأطفال المعوقين. ولله الحمد والمنة أن نرى دموعا تمسح الحزن وتنساب فرحا من عيون أم تبتسم لطفلها ويبتسم لها. من العاصمة انطلقنا لنضيء شعلة الأمل في كافة مدن المملكة، وبعون الله ترافق هذا الانتشار مع تطوير شامل ارتقى إلى مستويات عالمية. ومع إطلاق الورشة الفنية لتصميم وتصنيع الأجهزة المساعدة، حققنا أحدث التقنيات على مستوى العالم لدعم الأطفال المعوقين ومساعدتهم في حياتهم اليومية. ولأن درب العزيمة الصلبة والإرادة القوية لا يؤدي إلا إلى النجاح، تمتلئ قلوبنا سعادة عندما نلمس ما يحققه أولادنا في العديد من المجالات الفنية والتقنية لتخطي إعاقاتهم. فقطعنا عهداً على أنفسنا ألا نترك أسرة تخجل من طفل معوق بعد الآن. هو أحدث مثال يبعث الأمل أكثر فأكثر، البذلة الفضائية العلاجية التي ابتكرت خصيصاً للأطفال الذين يعانون من الشلل الرباعي، والتي تساعدهم على التحكم بعضلاتهم وتمكنهم من السير والحركة بشكل شبه طبيعي. كفاءات طبية عالية وخبرات واسعة في معالجة كافة حالات الإعاقة جعلت جمعية الأطفال المعوقين إحدى أكبر المؤسسات الخيرية بالشرق الأوسط، بفريق عمل يضم نحو 400 من المتخصصين في هذا الحقل التربوي. كما أنشئ مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الذي أصبح الأول من نوعه في العالم العربي. في يوم همست في أذن من يمت
تمسح عن قلبي حسني تنوعي في يوم همسة في أثني. من يمسح عن قلبي حسني يرجعني خضراء الرمل أعشاشا للأطيار في حديقتنا في قريتنا باب ولها أسرار. وبعد مسيرة ربع قرن لا يمكننا إلا أن نفخر بطلاب من مؤسساتنا التربوية أصبحوا اليوم شباباً فعالاً نالوا عن جدارة لقب صناع الإرادة لعزمهم وشجاعتهم بالانطلاق في الحياة برؤوس مرفوعة. ولأن الجهود لا تحدها الجدران حرصنا على إقامة المؤتمرات وحملات التوعية التثقيفية للتأقلم مع الإعاقات المختلفة وتفادي العديد منها. ومن البرامج والفعاليات التي أقمناها برنامج جرب الكرسي لاختبار ما يعانيه المعوق، وكانت ردود الفعل مؤثرة للغاية. لا شيء سيعيقنا بإذن الله ومشيئته، فالرسالة سامية والأفق واعد والجهد مستمر، ليبقى الأمل كبيرا في قلب كل فرد ويصبح مجتمعنا يتقبل المعوق ويمنحه فرصا متساوية. طفلاً يعيش طفولته ويرى مستقبله، مشهد أغلى من كل مال وأكبر من كل جهد.